افريقيا السمراء بيضة ولا حمراء؟ لا للتعصب. جوزين بنتيني الأهلوية هم، واحد على شمالي واحد على يميني، ومعاكم ابن عبد الله صلاح ودكتور هيثم الجراح والأخ عمرو أباظة أبو مراد أبو مراد أبو أبو كرمة. أنا بقول ألف مبروك للأهلي. اتفضل اخ هيثم. الف مبروك الاهلي برضو زي ما عم صلاح. احنا بنتصعبط ولا ايه؟ لا قول انت بقى عليه. وان شاء الله نقابل الزمالك في الفاينل ويبقى البطوله ان شاء الله تسعى. انت امبارح اتفرجت معايا على ماتش الزمالك؟ ايوه ما انا كتبت على الفيسبوك. والنهارده ما انا كتبت اتفرجت معايا على ماتش الاهلي. ايوه وكتبت على الفيسبوك. قول مبروك للزمالك. مبروك للزمالك ولعم صلاح. ايوه طبعا مبروك للاهلي، الف مبروك ان شاء الله في النهايه. وهارد لك للزمالك على موضوع امبارح. بس هارد لك. هارد لك ليه؟ انتوا غلبتوا امبارح. ايوه بس وصل. لا ماشي ما لناش دعوه. لا وصل. لا لا ماتش الترجي. قول مبروك للزمالك. قول بص مراتي بتسخنه وبتقول له لا يا عمرو ما تقولش، مع ان هي مالهاش في الكوره خالص. واللي بيصورنا الاخت جانا اخر العنقود اللي هي ولا ليها في الكوره وعامله اهلاويه عشان ايه تضايقني وخلاص. لا قول يا عمرو. قول يا عمرو. قول يا عمرو عشان بص ده كده تجاوز الوقت. مبروك للاهلي وللزمالك. طب بصوا معلش انا عملت عشان تعرفوا ان انا بدعو دايما لنبذ التعصب. طبعا اديني عملت اللي عليا. طبعا صح ولا لا؟ صح صح طبعا. صح طبعا. طبعا بصراحه مبروك للزمالك، مبروك للاهلي، مبروك للاهلي. واختم بهاشتاج افريقيا السمراء بيضه ولا حمراء؟